يا ترى ايه الابره المناسبه لنوع الشغل تبعي؟ السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير. اهلا بيكم وفكره جديده. دايما بنشتغل حاجات مختلفه في الكروشيه التونسي، واحنا عارفين دايما انه لما بحب اعرف ايه الرقم المناسب للابره اللي اشتغل بيها القطعه بتاعتي، وده بيكون في الكروشيه انه بجيب الخيط بتاعي وبمسك الابره، وبالطريقه دي بقدر اعرف اذا كانت الابرة دي مناسبة او اكبر او اصغر من المقاس المحدد ليا. ودي الطريقة اللي انا بحدد بيها رقم الابرة مع خيوط بواقي زي كده، مش بيكون معايا الليبل بتاع البكرة عشان اقدر اعرف الرقم المناسب ليها وكلام من ده. ولكن في كروشيه تونسي المسألة شوية مختلفة. ازاي؟ ابرة زي ابرة رقم 6 ديت مثلا، او 5، او حتى رقم 2.5 اللي معايا النهاردة، امتى بستخدم كل واحدة فيهم؟ هل فعلا لازم امشي على رقم الليبل الموجود معايا؟ انا بقولك للامانة لا، لسبب بسيط. غرزة زي غرزة الصدفة اللي معايا النهاردة انا بستخدم معاها ابرة رقم 4، بس هل ممكن ان انا استخدم معاها ابرة رقم 2.5 او ابرة رقم 6؟ اكيد ينفع، واكيد هتطلع معاكي النتيجة مختلفة. يعني هتطلع معايا النتيجة مختلفة، يعني الفتحات والتفاصيل اللي في الغرزة اكيد هتطلع اكبر لو هي بابرة رقم 6، اكيد هتطلع ضيقة قوي لو هي بابرة رقم 2 او 2.5. امتى بستخدم كل واحدة منهم؟ اكيد تبع للشيء اللي انا شغالة عليه. يعني انا البلوزة بتاعتي دي تصلح خريفي وتصلح صيفي، فاستخدمت رقم حيادي جدا اللي هو رقم 4 او 5 اقدر استخدمهم. لكن لو انا عاوزاها للشتاء وخرومها تكون ضيقة جدا، هستخدم رقم 2 او 3. عايزاها صيفي وخلاص انا متأكدة ان هي للصيف ومش هتلبس اي حاجة تانية، وعايزة خرومها تكون اوفر، فانا هستخدم ابرة رقم 6. دي غرزة واحدة بس وخيط واحد بس، وانا بقولك تقدري تستخدمي 3 احجام يطلعولك 3 اشكال مختلفين جدا جدا عن بعض. غرزة زي غرزة الشبكة اللي موجودة دلوقتي في البلوزة دي، انا استخدمت رقم ابرة مقبول جدا وهو رقم 4، ولكن اقدر استخدم رقم 6 او 10 لو انا عاوزاها الفتحات بتاعتها واسعة. لكن لو عاوزاها شتوي زي الكارديجان ده وهو بنفس الغرزة مفيش اي اختلافات، فاكيد هستخدم مثلا ابرة رقم 4 او 3 او حتى رقم 2 عشان تديني تأثير مختلف بنفس الخيط ونفس الغرزة. في حاجات كتيرة احنا مش بنمشي على حجم الابرة، حتى لو الغرزة شتوي زي الغرزة العدلة اللي موجودة دلوقتي على الشاشة، عملنا منها البلوفر ده، وزي ما انتوا عارفين استخدمنا ابرة برضو حيادية جدا. كنت بستخدم معاكم ابرة رقم 7 واقدر استخدم له ابرة رقم 4، ولكن في ابرة رقم 4 البلوفر ده هيطلع ناشف وقماشه واقفة وهيطلع سميك قوي. يصلح ان هو يتعمل بالاسلوب ده، ولو انا قاعدة في حتة زي روسيا مثلا هفضل ابرة زي ديت، مش هفضل ابرة رقم 7 عشان البلوفر بتاعي يكون سميك اكتر وما يبردنيش. ايه الاصلح ليا او ايه الافضل ليا؟ على اساسه بستخدم الابرة بتاعتي وبختار كمان نوع الخيط المناسب ليها وبس. خلاص، زي ما انت شايفين كلها ابر وكلها غرز، ولكن ايه الابرة المناسبة للغرزة؟ ده بيكون على حسب انت هتعمليها لأي موسم من مواسم السنة، صيف، خريف، شتاء، ربيع، بيختلف تبعا لأفضليتك انت كشخص في الاستخدام بتاع الحاجة دي. انت ممكن تكوني مش عايزة حاجات مفتحة قوي ويكون فيها خروم واسعة، فبتستخدمي ابر حيادية عشان ما يطلعش الخروم معاكي واسعة زي غرزتنا الموجودة معايا دلوقتي، او ممكن ان انت تضيقيها وتحصلي على شكل شبيه زي غرزة الشبكة اللي موجودة في الكارديجان ده، وده برضو بيحتاج ابرة وسط، لا هي كبيرة ولا هي صغيرة. واعتقد ان كده الفكرة بتاعتنا النهاردة وضحت. شوفكم ان شاء الله في فكرة جديدة، ورمضان كريم. ما تنسوش اللايك والشير. مع السلامة، باي.